وينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، يعني ما الذي نفهمه من هذه الانتخابات المبكرة؟ هل الإطاحة بمي شخصيا والإبقاء على خطتها أم ماذا؟ نعم داليا، جميعا نريد أن نفهم ماذا يحدث هنا في السياسة البريطانية. هذه أزمة ضخمة جدا لم نراها ربما منذ الحرب العالمية الثانية. الطقس ربما هو السبيل الوحيد الذي نستطيع أن نحدث عنه بأنه هو مماثل لهذه السياسة. حزب المحافظين غرق تماما في سياسته الخارجية. نتحدث عن تريزا مي التي فشلت فشلا ذريعا في سالزبورغ، وبالعكس هي الآن خطبت منذ يومين وقالت أنه على الاتحاد الأوروبي أن يحترم بريطانيا. هذا معناه أنها لاقت من عدم الاحترام أو سوء المعاملة من قادة الأوروبيين. أما الانتخابات مبكرة، هذه دعوة من داخل حزب المحافظين بطبيعة الحال، لأن حزب العمال المعارض الذي يجتمع الآن في مؤتمره السنوي والذي يستمر 4 أيام في ليفربول ربما يصوت على استفتاء ثاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا ربما يصب تماما في مصلحة الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، أو كما قال جيرمي كوربن وهو يفضل أن يتم إجراء انتخابات جديدة. الانتخابات الجديدة إن عقدت ستعقد في شهر نوفمبر المقبل أو في شهر مارس. طيب من الناحية رسميا من الاتحاد الأوروبي، من الناحية الإجرائية، هل إذا عقدت انتخابات مبكرة بالتبعية سيعاد الاستفتاء؟ أم فقط يمكن أن يجرى انتخابات مبكرة بدون الحاجة إلى إجراء استفتاء؟ نعم، ليس بالضرورة أن تكون إعادة الانتخابات معناها أن سيكون هناك استفتاء ثاني. ربما استفتاء ثاني يغني عن انتخابات جديدة، وبالتالي الحزب المحافظين يقيل تريزا مي من زعامة الحزب. لكن معنى انتخابات أخرى معناها أن على الحزب أن يختار المرشح الرئيسي لقيادة الحزب. نتحدث عن حزب المحافظين الحاكم. إذا نحن تريزا مي إما أنها ستبقى إلى أن يتم الإطاحة بها من داخل الحزب، ونحن نعلم أن المؤتمر العام للحزب بعد حوالي أسبوع من الآن، أو أن يتم سحب الثقة منها في البرلمان وهو أمر مستبعد الآن، أو يتم الدعوة أيضا إلى الانتخابات جديدة، وهي معناه أيضا أن تريزا مي لن تستطيع قيادة هذا الحزب، خصوصا أن شعبيتها أصبحت صفر. ونحن نتحدث هنا أن الاقتصاد تأثر تماما بما حدث في سالزبورغ، والجنيه الاسترليني هبط أمام اليورو في اليوم الماضيين. إذا نحن أمام مفترق طرق في السياسة في المملكة المتحدة. تريزا مي في موقف صعب جدا. حزب العمال يحاول أن ينتهز هذه الفرصة، أيضا الأحزاب الأخرى تحاول أن تنتهز هذه الفرصة. ربما سنرى انتخابات أو ربما سنرى استفتاء، لكن على الأقل أحد الاثنين سيتم إجراءه في الشهور القليلة المقبلة. شكرا جزيلا، سنبقى معك مع كل تطور. مراسل الغد من لندن عمرو المنيري، شكرا عمرو.